حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة معنا عبر الإنترنت الشاعرة السورية الأستاذة صافي محمد مظهر أحمد. أهلا بك أستاذة صافي معنا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى، اسمح لي بداية أن أغتنم هذه الفرصة وأشكر قناة الرافدين على إلقاء الضوء على الواقع الشعري المعاصر، وأشكر القائمين على بيت القصيد، وأشكرك الإعلامي والشاعر الفذ والمجتهد دائما والمتألق دائما مصطفى مطر. شكرا جزيلا لك سيدتي العزيزة. يعني تواصل أجيال القصيدة العربية بين الواقع والتخوفات هو العنوان الذي اتفقنا عليه في هذه الحلقة، وسيكون محور نقاشنا. وقبل النقاش وقبل الشعر، يعني نبذة قصيرة عنك أستاذة صافي مما تحبين أن يعرفه عنك جمهور بيت القصيد، لكن أن تبدأي هذه النبذة ومن ثم نذهب إلى قصيدة بعدها نفتتح النقاش، تفضلي. بكل بساطة، صافي محمد مظهر أحمد، دمشقية المولد والهوى، يعني من هواة الأدب والشعر، وكتبت في كثير من جوانب الأدب، منها كتبت رواية بعنوان الحب عظيم لكن الحمقى أفسدوه، وهذا ما يفعله الحمقى دائما، وكتاب سيرة بعنوان عبد الواحد بلفتشيني أول مسلم إيطالي في العصر الحديث، وكتبت أيضا لدي ديوان شعري متواضع بعنوان مغازل نور، ولكن الشعر خطفني من كل هذه الصنوف الأدبية. ممتاز. لأنني تربيت عليه، ويعني كنت أتذوقه مع والدي منذ الصغر، فكان يتابع دائما الجواهري ويتابع على التلفاز في ذلك الوقت، كان عمري يمكن 6 أو 7 سنوات، صغيرة، لا أفهم ما يقوله الجواهري، ولكن الجواهري بالنسبة لي كان أيقونة، يعني الكاركتر العام للجواهري وقبعته وإلقاؤه كان مثير للدهشة والإعجاب. هو محرضا، من كان محرضا، نعم كان محرضا، بالإضافة إلى أن الإيقاع الموسيقى الشعرية كان يلامسني منذ الطفولة، لذلك أظن أن الشعر يسكنني من زمن بعيد، رغم انقطاعي عنه فترة من الزمن في فترة طبعا الزواج والأولاد وانشغالي بأمور الحياة الأساسية، أبعدني قليلا عن الشعر إلى أن كبر أولادي وكانوا هن الداعم المشجع الأول لي وأخوتي طبعا. جميل. فعدت إلى هذه الموهبة، ولكن أنا ما انقطعت انقطاع كامل، كنت أكتب ولكن لا أجمع ولا أهتم، كانت عبارة عن زفرة وتنفس من الواقع ومن ضغوط الحياة، فما كنت أهتم بأنني يوما ما سأجمع وما أكتب. يوما ما ستجمعين ما تكتبين، ونحن سنسعد بهذه الكتابات ولا شك، ومن يعني بشارات هذه السعادة أن نفتتح مثل هذه الحلقة بقصيدة من القصائد التي من المؤكد أن ديوانك الشعري القادم سيكون متضمنا إياها. إلى أولى القصائد التي تودين أن يعني تسعدين بإلقائها في هذه الحلقة من بيت القصيد، لك المنبر والكلمة، تفضلي أستاذة صافي. اسمح لي قبل أن أنتقل إلى أولى القصائد أن أوجه دعوة لنسر المحبة بين الناس بكلمات بسيطة، وأن أحيي فيها من يتابعنا ومن سيتابعنا لاحقا، وأقول: يسمو بك الحب فانثر في المدى الفرحة، واجعل فؤادك مهوى كل من جرحا، أنت الحبيب الذي لم تكتنفه يد إلا يد الله، فامحو البؤس والترحى، كفى بوجهك أن تبقى ابتسامته نورا وقلبك مهما أذنبوا سمحا. عظيم. ننتقل إلى أولى القصائد. طبعاً الشام، يعني تحية للشام. الشام قبلة الشعراء جميعاً أينما كانوا وحيثما حلوا. قبلة الشوق، قبلة الشوق الشام. فقلت: خذني إلى دفء الربا لأذوبا، وعن المنافي الباردات أتوبا، خذني لملعب بهجتي، فأنا أنا ما زلت قيد تشوقي مصلوبة، حيث ابتسامات الصباح عزفنني لحنا بأجفان الحياة طروبة، مذ أرسلت أمي نداء نجاتها مني، لألقى لوحي المكتوبة للياسمين بمفرقي تفتح، وعلى الشفاه سكبته تشبيبا،
عظيم. أنا طاعن في الشوق لما يستلب مني النوى، شوقا له منسوبة ألفت في قلبي به من قبل تاريخ الشعوب قبائلا وشعوبا. مليون شامي يرابط في دمي، مليون شامي يرابط في دمي، قد جاز حزنا في النوى يعقوبا، فأنا ابن جلق قبل نشأة أعظمي، وزعت فيها أنفسا وقلوبا. فأنا ابن جلق قبل نشأة أعظمي، وزعت فيها أنفسا وقلوبا، قبل انغماس النور في ضوضائه ضوعت في حضن الشآم طيوبا. أنا عاشق، أنا عاشق يا شام، جرحك نز بي، تدمي المواجع في الحبيب حبيبا، ذبحوك يا أرض البشارة، فارتقى دمك النبي إلى السماء غريبا، فأصبت بعدك من ذوي القربى أذى وجع، إذا آذى القريب قريبا. أنا مترع بالآه، أنا مترع بالآه عمر خيانة الأيام، إذ صبت علي ضروبا منذ استفاق الدهر، كل ذنوبه تخذت على جسد البريء دروبا. الله. متبتلون، متبتلون أنا وكل فضائلي، عل الدعاء يبدل المكتوبة، فيعود ميدان النقاء لضمنا، والحب ينحي حسرة وندوبة، وتعود أفراح رقصت بظلها، ودلال عمر قد غدا منهوبة. الله، عظيم جدا، لا فضفوك يا أستاذة صافي، يعني باب التذكير. وكما تعلمين تواصل أجيال القصيدة العربية بين الواقع والتخوفات هو عنوان النقاش لهذه الحلقة. واسمحي لي الآن أن أذهب بك إلى أول الأسئلة، وهو ما السبيل إلى بقاء خط التواصل الشعري نقيا دون انقطاع، بحيث تبقى السلسلة متواصلة وأصيلة في ذات الوقت؟ والله أهم عنصر في هذا الموضوع أن يعرف الشاعر المقدم على قرض الشعر أساسيات الشعر وأدواته وقواعده، وأن يطلع على نشأته الأولى حتى يعرف كيف يبحر به دون إفراط ولا تفريط. نعم. كأن يحافظ على جينات القصيدة القديمة مع الكثير من الإبداع المدروس، وليس الابتداع الذي يخلق لنا قصيدة منقطعة النسب ومبهمة الجينات. وأنا برأيي أرى أن تأثير القصيدة القديمة ما زال ممتداً في القصيدة الحديثة من حيث الأفق الشعري والموسيقى واللغة والصورة الشعرية والسبك، مع طبعا بعض الاختلاف في التعاطي مع هذه العناصر من قبل الشاعر المعاصر. جميل أستاذة صافي. إلى موضوع القصيدة العربية بين الواقع والتخوفات، هذا موضوع كبير ويعني يصعب الإحاطة به في حلقة واحدة، لكننا سنحاول وستساعدينني على ذلك. الآن لنتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القصيدة العربية، بحيث يمكن أن تؤدي إلى شبه قطيعة بين الحاضر والماضي وعلاقة كل منهما في المستقبل. حدثينا عن أبرز التحديات التي تواجه القصيدة العربية. والله أنا أرى أن أبرز التحديات هو دخول الأنماط الدخيلة من الثقافات الغربية على القصيدة العربية، وتبني البعض لها وخلطها بجسد القصيدة العربية، مما أدى إلى خلق أنماط ومضامين في القصيدة العربية شوهتها وجعلتها مخلخلة ومهلهلة. وأيضا من التحديات التي تواجهها القصيدة العربية هو أحداث هذه الحقبة، فالقصيدة دائما تتحدث عن واقع المجتمع الذي تولد فيه، هذه الحقبة هي حقبة عصيبة على الناس جميعا، فما بالك على الشاعر، فيجب أن تحمل القصيدة عبئا مضاعفا من أحداث الأمة وآلامها، ويجب أن تطرح تقريبا الأمل وتطرح الرؤى المستقبلية. وإذن القصيدة اليوم تواجه تحديا بأنها يجب أن تكون سلاح، ويجب أن تكون موثقة لهذه الحقبة، ويجب أن تكون الشاهد الذي سنتركه للأجيال القادمة على ما يحدث في هذا الزمن. أحسنتي أكثر. بالإضافة، نعم تفضل، بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة
كنت سأتكلم عن بروز القصيدة النثرية التي يعني يصر البعض على تسميتها قصيدة نعم لخلط مفاهيم، خلط الأسماء وخلط مفاهيم القصيدة وإفقاد القصيدة العربية حلتها التي تعطيها خصوصيتها وطابعها. أحسنت، لكن النثر يبقى فناً بمعزل عن النثر فن فن الشعر، جميل، وهو أنا فن أتحدث عن منفصل. نعم، تسمية النثر بالقصيدة. وكثيرون يؤيدونك، ولعلني كنت من هذا الكثير. إلى أكثر ما يخيفنا على موروثنا الشعري سيدة صافي، من وجهة نظرك في زمن التغريب والتدمير الذي نحن شهود عليه، أكثر ما يخيفك على الشعر أو يخيفنا جميعا ويجب أن ننتبه إليه؟ والله يا أستاذ مصطفى، اسمح لي أن أقول أن اتجاه الناس أو انشغالها بالفنون والثقافات والشعر هي من علامات ترقي واتسام الحقبة صحيح. بالازدهار، ونحن الآن في زمن التهجير والتغريب والتدمير، يعني صعب جدا أن يتوجه الناس إلى الفنون وأن يتوجه الناس إلى الانشغال بها. لذلك أنا أرى أن أيضا كمان التغريب والتهجير أدى إلى انقطاع الكثير من أبناء هذا الجيل عن لغتهم الأم وعن ثقافتهم الأم وعن الشعر العربي، وهنا يقع على عاتق الأهل مسؤولية كبيرة طبعا، وأنا من منبرك هذا أهيب بالأهل أن يعني يشغلوا أبنائهم بقراءة كثير من اللغة العربية من خلال القرآن والحديث ومن نعم. خلال الشعر العربي. وأنا يعني بنفسي أقوم الآن بتقديم كورسات لغة عربية للكبار غير الناطقين بها وللأطفال دعما للغة العربية بشكل تطوعي طبعا. أحسنت. تواصل الأجيال القصيدة العربية بين الواقع والتخوفات هو موضوعنا، وما زلنا نواصل النقاش وإياكم أستاذة صافي. لكن قبل متابعة النقاش في هذا الموضوع، دعينا نستمع إلى قصيدة جديدة. تفضلي. إلى نص شعري جديد. يمكن أن نقول اقرأي ما تحبين، لا مشكلة. تعبير رؤيا. إلى رؤياك وتعبيرها. أجري ويتبعني الزمان نوائبه، والهم وسع في الفؤاد مساربه، فعبرت دهرا قاسيا يستف من كل الموزع في المواجع لازبه، عطشا وقاب إشارتين سحائب، والقلب يرجو أن ينال مآربه، ويدي تطاول في الدعاء فتنطق الدمع الذي خنق الوجوم مساكبه. إني رأيت بما يرى الصاحون خلا لم يتق حبسا فقشر قالبه، ورأيت طوفانا من الحقد الذي لم يعف من اتخذ التسامح قاربه. عظيم. ورأيت حرباء تبدل لونها، ورأيت مهرا جد يسقط راكبه، في الأفق نامت للسلام حمائم والغدر يبري في الظلام مخالبه. في الأفق ورأيت سنبلتين في الأفق نامت للسلام حمائم والغدر يبري في الظلام مخالبه. ورأيت سنبلتين، لا بل رأيت الحقل جوعنا وخان مذاهبه، ورأيت قنديلا يباد بزيته وبغاة ليل تستبيح كواكبه. فسألت عن تأويل رؤياي التي زفت غرائب خاطري وعجائبه، يا صاحبي ألي الربيع ولادة أخشى يعيد الدهر في مقالبه، يا صاحبي وهل دمعي فسرا لي ما عمدت بأن أكذب غالبه، دع ما يريبك عبرا لي وانذري الصوم الذي بالنصر أيد راغبه، وصحوت لكن ما صحى قلبي وجفني في اضطراب الليل ينزف صاحبه، وصحوت لكن ما صحى قلبي وجفني في اضطراب الليل ينزف صاحبه. لعل هذا الألم يأتي محمولا على جناح أمل تقشرين قالبه قريبا ليبدو وهجه الذي تنتظرين، فتتحقق هذه الرؤية وتسفر عن حياة طيبة
وأمل لا ينتهي وفجر لا بد آت. أنا يكمن أستاذ صافي دور الشاعر، أين يكمن دوره من أجل الحفاظ على اللغة الأم وتقريب الجمهور منها؟ دور الشاعر في هذه المهمة؟ والله للشعر أكيد أكيد للشعراء دور مهم في تقريب اللغة من الناس ومن الجمهور، وذلك بإخراج صور مدهشة وشعر يكون سلساً وبذات الوقت قوياً وقريباً من أفهام الناس، ويبتعد نوعاً ما عن الحشيم من الألفاظ وتغريب القصيدة عن ذهن القارئ. هذا لا يعني أن يتخلى الشاعر عن تطعيم القصيدة ببعض الألفاظ لإحيائها، ولكن أن تكون ألفاظ مفهومة من السياق، لا يضطر القارئ بأن يفتح المعجم عندما يقرأ القصيدة فيشعر بالملل ويشعر بغربته عن القصيدة. الشاعر يجب أن يعني يكون متوازنا في هذا، فيكتب ما هو قريب من وجدان الناس. وكذلك أذكر أن الخليفة المأمون ابن الرشيد قال أن الشعراء سادة المجالس، يجب أن يتحلى الشاعر بثقافة عالية، ويجب أن يكون حسن المنطق وأنيس المجلس، لأن هذه الصفة التي أطلقها المأمون على الشعراء لم تأتي من فراغ طبعا، ولكن لما يحملونه من ثقافة ومن بعد ومن تأثير في المجتمع. فالشاعر عنصر مؤثر جدا في المجتمع. أنا أعتقد أن للشاعر دور كبير كما قلت في البداية. أحسنت. في الحفاظ على لغته. الشاعرة السورية صافي محمد مظهر أحمد، يعني باعتقادك هل هناك هوة ومسافة بين الشعراء من جهة والجمهور في الجهة المقابلة؟ هل هذه المسافة والهوة موجودة؟ نعم، دعني أن أقسم الشعراء إلى قسمين. هناك من الشعراء من فعلا يصنع هوة بينه وبين قارئه، وذلك بأنه يكتب وكأنه يعيش بعالم منعزل، يكتب للنقابة، يكتب لفئة قليلة من المتخصصين، فتجد ما يكتبه مصفوفا على الأرفف ولا ينزل لعامة الناس. وهناك من يردم هذه الهوة ويكتب ما يجول بوجدان الناس وبخواطرهم. وفي نزار لنا أسوة قريبة، فقد دخل قلوب الناس ودخل بيوتهم واستحوذ على جل أحاديثهم. فالشاعر هو من يخلق أحياناً الهوى بينه وبين جمهوره، وهو من يردمها. ومن ناحية أخرى هناك عامل أظن أنه هو أيضاً ساهم في خلق هذه الهوى، وهو جنوح بعض الشعراء كثيراً إلى الانزياحات وإلى الرمزية. هذا ما غرب القصيدة عن قارئها وجعله منقطعا عن ما يريد الشاعر قوله. يعني أنا أظن أن الشاعر القديم كان يعلم حدود الإطار الذي يستطيع أن يبدع داخله. يعني مثلا كما ورد عند المرزوقي، كان يقول المرزوقي أن يعني هذه المساحة تتسم بسبع أبواب، وسأذكر منها ما يخص فقرتنا هذه أو سؤالنا هذا، وهي قرب التشبيه ودقة الوصف ومناسبة المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ والمعنى. أصبح بعض الشعراء في هذا الزمن لا يراعون هذه الخصائص في قصائدهم، فنجد الاستعارات غريبة جدا، ونجد يعني بعد كبير بين اللفظ والمعنى. بعيدا عن الألفاظ، عن أصحاب الألفاظ المقعرة واللغة المخشبة والمصطلحات التي ربما يكون هدفها يعني مناقضا لفكرة الشعر كما تفضلت أستاذة صافي، لكن ألا يمكن الوصول إلى نقطة وسط بحيث لا ينحدر الشعر كثيرا وكذلك يرتقي الجمهور ليدرك بحواسه مجتمعة وبعقله وفطنته وبحثه كذلك يدرك ما يقصد الشاعر؟ كذلك ليست مهمة الشاعر باعتقاد كثيرين أن يقدم المعلومة على طبق من ذهب للمتلقي دون أن يبذل المتلقي أدنى قدر ممكن من الجهد، عليه أن يبحث كذلك.
هل تتفقين مع أصحاب هذا الرأي؟ أتفق إلى حد ما. نحن نكتب إلى الشريحة الأكبر في هذا المجتمع، والشريحة الأكبر هي من متوسطي الثقافة. متوسط الثقافة يعني صعب عليه أن يعمل فكره كثيراً، يفك شفرات هذا الشاعر الذي يجنح إلى الرمزية كثيراً. أنا طلعت مثلاً على أدب محمود درويش، أنا يعجبني فلسفة محمود درويش وشعره بغض النظر عن آراء الناس فيما يكتب، ولكن في كثير من قصائده، أو لا نقول الكثير حتى لا نظلمه، أجده يغوص في الرمزية حتى تفلت القصيدة من القارئ ولا يعرف إلى أين تبحر به. نحن نستطيع أن نخلق هذا التوازن الذي يحافظ على شعرة معاوية بين القارئ وبين الشاعر كاتب القصيدة. أنا برأيي هذا شيء مهم، يعني نضع نصب أعيننا القارئ والمتلقي ونحن نكتب. ربما في إجابتك على هذا السؤال ستجعلينني أقفز عن السؤال التالي، لأنك تقريبا أحطت به خبرا وأوضحته سلفا في إجابتك على السؤال الأخير. خذينا الآن إلى قصيدة إذا أحببت، بعدها نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. أعطينا قصيدة قبل أن نخرج إلى فاصل، تفضلي. نعم، سأخذك إلى قصيدة من نوع آخر. نحن كلنا نعرف أن كثير من الشعراء كتب على لسان الأنثى، وخاصة نزار أباني، وأبدع في هذا وأبدع في تقمص شخصية الأنثى وهو يحكي على لسانها. نعم. فأنا كتبت كثيرا على لسان الرجل للمرأة، وسأقرأ عليكم هذه القصيدة التي هي عبارة عن قصة حكتها لي إحدى صديقاتي حصلت لها مع أحدهم، فصورتها قصيدة. صمت وبهجة موسيقى وعاشقة، وبسمة من ندى فاضت بها شفت، وصبوة الفجر تلقانا وقد ثملت ستائر الليل والجدران منسأت. ثارت على النوم أهداب تأبطها جفن شرود، فلم تسلم له جهة أن رآها انتما، شقت له سبل إلى التماس رضاء الحب موصلة. تلك التي من عيون الكون مرسلة، وما سواها لعين الصب بوصلة. كنا كنجمين إما استوثقا احترقا، هل ذقت في الحب أن تطفيك محرقة؟ أو قل كبحرين، لا بحر وخائضه تنازع الشوق، لا نوم ولا سنة ملقا على الموج، والتيار في يدها ولعبة الريح في جنبي مرهقة. ملقا على الموج والتيار في يدها ولعبة الريح في جنبي مرهقة، والشعر يهدر في صدري تقول لمن؟ يا بنت يا أنت من إلاك ملهمة، أنت التي من قصيد العشق مطلعها، وللمجازات في التأويل معجزة، لا تخذل الشعر، ظلي في مناكبه تسعين حتى تشق الصدر ملحمته. الله. عضت على السر حتى لا تبوح به، عضت على السر حتى لا تبوح به، ومكرة الثغر في العينين بينته. خصماني من فعلها في ساعة اجتمعا، الحب والغدر مقتول ومقصلة. لهفي على الحب سخرت الفؤاد له، سخرت كلي وما صانته مرجفة. يشقى بنا الحب أم نشقى به، ولنا في كل معترك للحب مدرسة. ولنا في كل معترك للحب مدرسة، لك أن تكملي إن لم ينتهي النص بعد. يا فتنة الحر بين الجانحين طوى كونا، وفيك له روح مقيدة. حني على الحب أو حني علي، ألم تأخذك في وقد أسلمت؟ مرحمة يممت شطك أروي مهجتي، فأبا وعدت منك وبغل ومسغبة. وشرقة الدمع في حلق الصباح صحت، فغضبة الليل في عينيك مؤلمة. في من قلبت على من الليل أترى علي غبوق سعد به نار مسجرة.
في من قلبت علام الليل أترعى لي غبوق سعد به نار مسجرة وزاعق البين قد أكدت أظافره وصرخة النعي في الأرجاء منذرة. يا الله، أهكذا تعتدي الدنيا على رجل صافي الوداد؟ أما للصدق مكرمة؟ أهكذا تعتدي الدنيا على رجل صافي الوداد؟ أما للصدق مكرمة؟ ألويت فردا وما لي في الهوى أرب وما لحالي في العذال معذرة وسرت والموت معقود بناصيتي، هل يعذب العيش والغايات مهملة؟ وهل ينام على البلوى أخو دنف ما دام في الحب آمال مؤجلة؟ عظيم عظيم أستاذة. كانت القصيدة عبارة عن قصة حكتها لي إحدى صديقاتي حصلت معها مع زميل لها. هذا تجسيد للقصة بلغة الشعر. نعم، هي طلبت مني أن أكتب لها القصة، فهي توقعت أن أكتبها على لسانها هي، ولكن أنا تعاطفت مع، بصراحة تعاطفت مع الرجل وكتبت بلسانه. كان نصه لطيفا وإلقاؤك خفيفا وظريفا. لابد أن نواصل هذه الجرعات من الجمال أستاذة صافي، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولمن انضم إلينا في هذه اللحظات نذكركم معنا من ألمانيا عبر الإنترنت الشاعرة صافي محمد مظهر أحمد. حيا الله أستاذة صافي مجددا. حيا الله فيك، يا هلا أستاذتي العزيزة. من وجهة نظرك وقبل الذهاب إلى الشعر، نذهب مباشرة إلى النقاش فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة، أجيال القصيدة العربية بين الواقع والتخوفات. من وجهة نظرك، أكثر ما يتهدد القصيدة العربية في زمن هيمنة وسائل التواصل والتكنولوجيا على وجه التحديد؟ والله هناك عدة تهديدات. أولاً أجد أن هناك تهديد الاندثار، لأن كثير من الشعراء يكتبون بشكل مباشر على وسائل التواصل ولا يجمعون ما يكتبون، وكذلك السرقات وكثير مما يحدث في وسائل التواصل، وكذلك أيضا ما يهدد القصيدة العربية هو المجاملة التي قد تصل إلى حد النفاق، وبروز أشباه النقاد الذين يحكمون وينصبون أنفسهم على القصيدة حارسا وبوابا، ولا يتركون مجالا لأصحاب المواهب أن يعيشوا مراحل تطورهم الطبيعية في مجال الشعر، فيحجرون على تجاربهم البسيطة يصيبونهم بما يسمى بالكف، احنا نسمي في المجتمع كف اجتماعي، وهنا يسمى الكف الشعري، فيتخوف الإنسان من نشر أي قصيدة أو من أخذ رأي الناس في أي قصيدة. ما نصبوا أنفسهم قضاة الإحباط، قضاة يبثون الإحباط في نفوس يبثون الإحباط الشعراء، نعم، ولا يتركون مجالا للشعراء بأن يعيشوا مراحل تجربتهم، بدلا من أن يضعوهم على الطريق فينبهوهم ويقولوا لهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، تجدينهم للأسف يحبطونهم وربما يحاولون ثنيهم عن مواصلة هذا الإبداع، وهذا للأسف يحصل كثيرا. يجب أن نترك الجميع يحاول ويجرب، والتاريخ هو الذي يفرز. أحسنت. والبقاء للأجمل، يعني والجمهور كذلك ذواق وبإمكانه أن يختار ما يناسبه. تماما تماما، أحسنتي. والنوافذ متاحة للجميع، ولنا أن ننتقي ما نقرأ. قبل أن نعود إلى الشعر مرة أخرى أستاذة صافي، لعلي أخذك إلى سؤال مختلف نوعا ما قليلا عن الأسئلة التي طرحتها عليك فيما مضى،
بهذه أو أثناء هذه الحلقة. ما هي مسؤولية الأسرة من أجل نشء لا يتنصل من موروثه وقيمه وعاداته النقية السليمة؟ نأخذ نموذجا أو مثالا حاضرا، حضرتك مثلا تعيشين في مجتمع غير عربي وأمامك تحديات كبيرة، ومنها إبقاء العربية أو جذوة العربية متوهجة ومشتعلة في نفوس أبنائك. ربما يكون التحدي صعب ولكن المهمة ليست بالمستحيلة. عن مسؤولية الأسرة من أجل نشء لا ينسلخ عن عاداته وقيمه وموروثه بما فيها اللغة. تفضل. نعم، كلامك صحيح جدا. الجو الأسري أيضا له تأثير كبير على توجه الأطفال واهتماماتهم. يعني الطفل الذي يخرج إلى الدنيا ويشاهد أهله يقرؤون ويبحثون ويعني في دروب الثقافة وبدروب العلم، ينهج غالبا ما ينهج نهجهم ويسير على خطاهم، وهم يملكون أيضا هذه الأدوات التي يوجهون بها أطفالهم إلى هذا الخط. لا. هذه مهمتنا وهي مهمة صعبة، وأنا يعني محسوبة على اللغة ومحسوبة على الأدب، حاولت أن أتجاوز حدود أسرتي أيضا إلى الناس وإلى أبناء الناس، فقدمت في مكتبة الرابطة التي تطوعت فيها على هامش المكتبة. أولا قمت بتقديم مشروع مكتبة صغيرة فيها بعض الكتب لمن يحب أن يقرأ لكل مستويات والأعمار، وأيضا على هامشها قدمت مبادرة مني بتعليم أصول الكتابة الإبداعية على حسب طبعا معرفتي المتواضعة، ومساعدة الناس في تشجيعها على الكتابة باللغة العربية. جميل. واكتشاف المواهب في هذا المغترب. أحسنت. خذينا إلى قصيدة جديدة الآن قبل أن نواصل نقاشنا. تفضلي. ننتقل إلى قصيدة. اقرأي ما تحبين، لا مشكلة، لك أن تختاري ما تحبين من القصائد المتوفرة بين يديك الآن. أوكي. نقول لك القلب يهفو، لك القلب يهفو كلما هب بارح، فتصحو على ذكرى هواك المدايح. لك القلب يهفو كلما هب بارح، فتصحو على ذكرى هواك المدائح. أيا صاحبا لم يرسل الدهر مثله لعمري، ولم تعرف سواه الملائح. أجبني إذا ما الشوق أجج ناره، أيرضيك كانون به القلب سابح. يا الله. كأني وهذا الليل يغرز نابه بضلعي، مصلوب غزته الجوارح. وما حيلة المصلوب والشوق قيده، متى رام كسرا فالدماء سوافح. وما حيلة المصلوب والشوق قيده، متى رام كسرا فالدماء سوافح. فتلقاه منهوكا من الوجد قلبه، فلا الموت ممنوح ولا الخل مانح. شديد على عمر الزمان، شديد على عمر الزمان وقد قسى، كأن له صوتا وجسمي قارح. وما لي على وجه البسيطة مهرب، ولا لي إذا ما بح صوتي صافح. تحملوا ما هد الجبال جوانح، ويومي بالويلات والهم طافح. يعاتبني في الموجعات أحبتي، يعاتبني في الموجعات أحبتي، ولم يخل غاديهم ولم يخل رائح. لعمري هذا القلب مرتاح ساعة، ولا هونت هم عراه النصائح. وإن هل لك بالسعد للعمر غيمة، رأيت رياح البؤس فيها تناطح. ما شاء الله. وإن هل لك بالسعد للعمر غيمة، رأيت رياح البؤس فيها تناطح. وحملت أشجان المسافات طفلة، وما رحمت جنبي منها الصفائح. فأنا وقد أزج الزمان خريفه، تبشر أيام الثكال السوانح. ما شاء الله. لفظ عفوك أستاذة صافي، يعني خطك الشعري له من اسمك وافر الحظ ونصيب. أسأل الله
أن يظل الضياء حليف هذا النهج العذب الجميل البناء حقا. أستاذة صافي، إلى أي مدى ترين أن الشعر لا يزال منافحا عن القيم، مكافحا في سبيل خدمتها؟ نتحدث عن الشعر في زمننا هذا. والله الشعر في زمننا هذا للأسف أرى أن الشعر في زمننا هذا فقد دوره في المنافحة عن القيم، ولا ليست سوداوية مني، ولكن هذا ما نراه على الساحة الآن. يعني أجد أن ما وصلنا من القصائد، ما نكتبه الآن من القصائد التي تنافح عن القيم، ليس كافيا. ليس لا نجد بيننا مثلا من الشعراء الذين كحافظ إبراهيم، معروف الرصافي، الذين دعوا للعلم، مثلا حافظ معروف الرصافي الذي قال: ابن المدارس واستوصوا بها الأمل حتى تطاول في بنيانها زحلة، وهذه الدعوة للعلم. والشاعر نجيب حداد الذي حذر من القمار ومن مساوئه، وقال: هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار. فبيننا اليوم لا أجد إلا النذر القليل ممن يدعو إلى هذه القيم. فأنا أرى أن اليوم الشعر كثيرا منه تعبير عن حالة وجدانية آنية. طيب، ما المطلوب من الشعراء يعني حتى يكونوا أصدق في الأثر وأعمق في المقصد؟ ما الحل المطلوب من الشاعر؟ والله المطلوب من الشاعر هو عدم الانفصام عن واقعه وعن مجتمعه وعن قيمه وعن ما يعني هو حامل رسالة. في النهاية هو حامل رسالة. أكيد نحن نتذوق الشعر كفن للفن ويعني للمتعة، ولكن إذا توج برسالة سامية فهو أم الفنون. أحسنتي. إلى قصيدة جديدة من الشعر الذي تحبين، وفيها إمعان بهذه الرسالة السامية، القيمة العالية، الفن الذي لا يخدش حياء ولا ينفصل عن واقع ويقدمه تماما كما ينبغي له أن يقدم. تفضلي أستاذة صافي. والله كتبت للغة العربية. جميل. كتبت فيها عدة قصائد، ومنها قصيدة. أسمعين ما لديك الآن. قصيدة قلت فيها: من هيبة اللفظ أم قدسية الحرف أم البلاغة والإعجاز في الوصف، أعليت فوق لغات الأرض منزلة، وصرت أصدق إنباء من السيف. وكتبت أيضا قصيدة أخرى للغات العربية، كتبت: لما يزل بك تاج النور يعتصب، ولم تطاولك في أنوارها الشهب، وما استطاعت عقول الأرض قاطبة وصفا لحسنك، أو أغنت به الكتب، فأنت كالشمس بالإشراق مبهجة، وكالنجوم إذا ما زيحت السحب، وما أحاطت بك الأفذاذ معرفة، وكل فذ لسحر فيك منجذب، وما تربعت إلا عرش مملكة أبناؤها من كتاب الله تكتسب، وفي سهولك زهر لا شب. أعذرني على الأحرف اللثوية، نحن في الشام في دمشق عندنا مشكلة بالأحرف اللثوية. لا بأس، خذي كامل راحتك وأعيدي القراءة من البيت السابق، تفضلي. فأنت كالشمس بالإشراق مبهجة، وكالنجوم إذا ما زيحت السحب، وما أحاطت بك الأفذاذ معرفة، وكل فذ لسحر فيك منجذب، وما تربعت إلا عرش مملكة أبناؤها من كتاب الله تكتسب، وفي سهولك زهر لا شبيه له، بكل عطر زكي الفوح يحتلب، وتحت أغصانك الأطيار عاكفة، من كل حدب إلى العلياء تطلب. فكيف أستطيع أن أعطيك منزلة إن كان نزلك تحت العرش يحتسب؟ جميل. أو كان أهل جنان الأرض قد علموا منك البيانة
فبانوا فيك وانتخبوا، ماذا ستبدي حروفي عنك لو كملت إن قصرت عن مزايا حسنك العرب. عظيم جدا أستاذة صفا. ففيك كمل دين الله أجمعه، بما تنزل حقا ما به كذب، ومن يرم فيك غير النور قال رضا لما يزل بك تاج النور يعتصم. لفظ فوك أستاذتي العزيزة، يعني نصيحة توجهينها لنفسك قبل أن توجهيها إلى جمهور الشعر وكذلك الشعراء، وفيها وقوف على أمانة الكلمة وهذه المسؤولية، ماذا عساك قائلة؟ بالنسبة للنصيحة لا أجد نصيحة تعلو على كلام الله سبحانه وتعالى، وهو القائل وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، وقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشعر فقال الشعر هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وأهيب بنفسي قبل الشعراء أن نبتعد عن قبيح الشعر. وأذكر مقولة لله رحمه الله الدكتور الشاعر عبد الناصر الشيخ، قال لو أنني، وأنا أوافقه الرأي، ولكن كثير من الناس اعترضوا على ما أوافقه به. قال لو أنني أملك أن أشطب الهجاء من أغراض الشعر العربي لشطبته. أحسن إذ قال ذلك. أنا أحب الدعوة إلى الوفاق وإلى الوئام وإلى المحبة والابتعاد عن دامت هذه الروح النقية الشفيفة الطهور أستاذة صافي، ودام هذا الخط الشعري العذب النقي الذي يبحث عن الارتقاء ويجتنب كل المنغصات، إلى قصيدة قصيرة لأن الوقت أدركنا، لك أن تختاري قصيدة محدودة الأبيات تسمعيننا إياها قبل الذهاب إلى السؤال الأخير. تفضلي أستاذة صافي. سأقول مقطوعتين. تفضلي. قصيرتين. قلت للشعر، خاطبت الشعر فقلت يا شعر في أي البحور رميتني، هل صدت درا منك أم هل صدتني، قد تهت فيك وما بلغت شواطئي، ووفيت لكن ما وفيت، وخنتني أغويتني وسرقت عمري، موهمي أن السعادة في دناك، وأنني قد أملك الدنيا ببحر وافر أو كاملا، إما نقصت أتمني، فوجدتني بين اللجاج مشرذما، صخب يصب بمسمعي، فأصمني وأضعتني ما بين شطي الهوى، لا دج بي شعر ولا هو ردني. الله 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 عليك. إلى المقطوعة الثانية. تفضلي. المقطوعة الثانية عن ما هو موضوعها؟ والله قليلا من الفخر. تفضل. يحق للإنسان أن يحق لك أن تفخري، خصوصا أننا في نهاية الحلقة. يحق للإنسان أن يقول شيئا عن نفسه. ولمثلك يطيب الفخر بعد كل هذا الأداء الجميل وهذا الاستعداد الأجمل وهذه الإجابات اللائقة بك والأليق كذلك بلغتنا العالية. تفضل. قلت أنا ما غرني أني وأني، أنا ما غرني أني وأني، ونفث السحر في طيات فني، ولكني الحقيقة إذ تجلت وحاشا أن أشان ببعض ظني. كبدر يغرق العتمات دفقا، يصب النور في الأرواح دني، فإن شئت التربع في قصيدي فخلي الود يجلو اللبس عني. جميل. وإن ما صدقت عيناي زلفى فأذعن عند محرابي وثني، أنا أنثى تهز عروش كسرى إذا أبدى التبسم بعد سني. وعندي من شراب الحب ما لم يعتق سنه إلا بجفني، قوافي الشعر إن جافيت خارت تناشدني بحق الحب حني. أقدس كل شعر مستطاب أطرزه على حلل التمني، فإن ودأت قلبك من طهوري وأقررت الصبابة فلتصلني، نهيم ونجدل الأنفاس حتى كأني صرت منك وصرت مني. عظيم جدا أستاذة صافي، ودام هذا الصوت المشع أملا
وبريقا والناضح حياة. أخيرا، ما المطلوب منا جميعا لحماية لغتنا من التدمير والتذرير وكل محاولات ومخططات التغريب؟ تفضلي سيدة صفي. والله المطلوب هو، ربما تستغرب جوابي، المطلوب كحالة جماعية ليس من الشعر فقط، كحالة المطلوب جماعية من الجميع، هو كل في كل موقعه. مسؤولي الثقافي في الوطن العربي وكل القائمين على المناهج في الأوساط التعليمية العربية. نعم. وأجد أن كثيرا من المناهج تعلم أبناءنا وتدرسهم أدبا لا يليق بأن يدرس، صدقتي، وذلك لأغراض موجهة وأغراض شخصية وراءها ما وراءها. وأجد أيضا أنه من المهم الترقي بالإعلام وتخصيص جانب منه لرعاية اللغة العربية كما تفعل حضرتك في برنامجك هذا. أشكرك. وأيضا على الدارسين والمتخصصين والمحبين للغة بذل مجهودات كبيرة لإحيائها ونشرها، مثلا كجمعيتكم، جمعية الدولية للشعراء العرب، التي تسلط الضوء على الشعر العربي وتوصله إلى جميع أنحاء العالم. وكذلك نسعى نحن اليوم في أوروبا لتأسيس تجمع للأدباء العرب. جميل. في المهجر في أوروبا، وسنعلن عنه قريبا ونطلقه. نرجو لكم كل توفيق. شكرا لك. فعلى جميع الأصعدة مطلوب مننا أن نعمل، وخاصة المحسوبين على اللغة. نعم. عليهم مسؤولية مضاعفة في ذلك. كان الوقت عذبا سلسا منسابا كالماء، رفقتك أستاذة صافي أحمد. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقولين في الختام؟ والله كنت أريد أن أقول قصيدة للشام، ولكن والله هو سأكتفي بمقطوعة انتهى الوقت قصيرة. للأسف انتهى الوقت. يعني أنا أردت لك أن تختمي بأي عبارة تحبين، لكن أكيد الفرص قادمة ونسعد باستضافتك قريبا مرة ثانية. والله لا يسعني في هذا الختام إلا أن أقول شكرا لكل شخص يجعل حياتنا أجمل بكلماته وأفعاله وبمبادراته يعني التي صنعت حياتنا. شكرا لك، وشكرا لهذا اليوم الجميل الذي صنعته لي، وشكرا لهذا الحوار الماتع، وشكرا لقناة الرافدين والقائمين على برنامج بيت القصيد. شكرا جزيلا لك شاعرتنا. وشكرا لكل من تابعنا وكل من سيتابعنا، حقا سررت بتواجدي معك. شكرا كبيرة وكثيرة لك شاعرتنا السورية الأستاذة صافي محمد مظهر أحمد، وأكيد أرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والجميلة، ولعل القادم يكون وجها لوجه هنا في استوديوهات الرافدين. شكرا لك، إلى اللقاء إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. دائما كونوا في شعر وسعادة ومحبة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. دمتم في أمان الله.